بيحصل في سوريا وبيحصل في العراق وبيحصل في ليبيا وبيحصل في اليمن وبيحصل في الصومال وبيحصل في أفغانستان. عايزين نشيل رأس النظام، عايزين نشيل رأس النظام. قلناها على صدام، قلناها على القذافي. المشكلة والسؤال اللي بفكر ناس بيه دايما، وماذا بعد؟ ها المشكلة في صدام، مش صدام، وماذا بعد؟ ادي اللي حصل وادي اللي انتوا شايفينه. والقذافي هو المشكلة، طيب مش القذافي، ايه اللي حصل؟ برضو اللي انتوا شايفينه. دلوقتي شغالين الفيلم على مين؟ الحلقة الثالثة من حلقات الخديعة الكبرى، الحلقة الثالثة من حلقات الانبطاح العربي الشديد هي في سوريا. والناس مش عايزة تنتبه، والناس بتقول أهم حاجة بشار يمشي، كل حاجة تبقى فل. بشار يمشي وإن شاء الله الخير هينزل على الكل، والنصر المبين للمسلمين، وهنشوفه. يا سادة يا كرام، بنقول وبنعيد، المشكلة مش في بشار، المشكلة في من يخلف بشار. انتوا مين؟ مين مصنعينه؟ مين مجهزينه؟ بقول ان هينفرط عقد الدولة السورية زي ما انفرط عقد الدولة الليبية والدولة العراقية والدولة الصومالية، ونعد ونشتغل لبكرة. لكن انا بنبه الناس انه الخطر موجود والخطر قائم، زي ما عبر عمرو سليم في كاريكاتير بليغ عن هذا المشهد، يا ريت نشوفه. وهو زي ما انتم شايفين بيقول له بشار الاسد ديكتاتور، والناس الطيبين بتوع ربنا هنخليهم يحكموا بداله، النصرة والقاعدة وداعش. ده الخواجة قاعد، الخواجة الاستخباراتي قاعد، الخواجة الغربي الأمريكي قاعد بيقول ده ديكتاتور، خلاص نخلص منه الديكتاتور. لكن مين يجي مكانه؟ هم دول النصرة والقاعدة وداعش، بس مش اسمها النصرة دلوقتي، بقى اسمها مش عارف عصائب الشام ولا عصائب الحق ولا أهل الشام ولا فتح الشام، أسماء ما يمكن إن احنا نقدر نحصرها. وفي النهاية بيتم ترتيب وتصنيع واحد من هؤلاء الإرهابيين لخلافة بشار، لكن علينا أن ننتبه قبل فوات الأوان.